المدرب ديال الفريق هاد اللحظات كل شيء على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. سيادة عميد صاحب الجلالة على أكمل الأمطرة، أيها السادة، أيتها السيدات، فخورون أيما فخار وافتخار، ومعتزون أيما عزة واعتزاز بهذا الإنجاز الرائع الذي شدت إليه الأنظار من كل حدب وصل. إنجاز كان من ورائه أبطال كبار وجهابدة شداد. وبهذه القاعة الميمونة نحتفل للمرة الرابعة على التوالي، وهي عادة دأب عليها سيادة عامل إقليم القنيطرة تشجيعا منه بهذه الطاقات الشابة التي حملت وتحمل شعار. هنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز، تحقق بفضل مجهودات مبذولة من طرف مكونات المنظومة مجتمعة تحت القيادة السامية للرياضة الأول جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. من النتائج إن على المستوى الإفريقي أو الدولي أو العربي، والكلمة للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم المنطقة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة الحضور الكرام، أبطالنا الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جد فخور وشرف كبير أننا نتلاقاو مرة أخرى معكم. آخر لقاء كان عندنا 14 يونيو، نهار الاثنين، تكاسي وكنا هضرنا على لاكوب ديمون. الحمد لله حمرتو لنا الوجاد، حمرتو الوجاد المغرب والمغاربة كاملين، وقمتو بإنجازات جد مهمة. وصلتوا للمراحل جد متقدمة من الإحصائيات، وقمتم بأعمال رائعة، المغرب كله كان يتبعكم، وقنيطرة بالخصوص، لأن قنيطرة هي المنبع وهي الأساس ديال الفوتسال، واللي واحد ديال المدرب اللي هو السيد الكبير، وكذلك جميع الإخوان اللاعبين واللاعبات والطاقم التقني اللي مرافقكم، مجهودات جبارة بديتوها، نتمنى لكم الله سبحانه وتعالى التوفيق. وكما قال السي رجع مازال باقي قدامنا من حيث نقول لكم في ديمون ماجي حنا غادي نكونوا فيها ان شاء الله بحول الله، وغادي نوصلوا لمحسن ان شاء الله بحول الله، وهذا بفضل المجهودات ديالكم والعمل ديالكم ان شاء الله باذن الله. هنا هذا حفل بسيط قمنا به باش نحتفلوا بكم باش نفرحوا بكم لانه تستاهلوا صراحه. تنشكركم بزاف على هذا الاحتفال، بزاف ديال الالقاب اقترنات مع السيد العامل، يعني من 2016 احنا الحمد لله تيجيو هاد المنتخب تيجيبو ألقاب، السيد عامل صاحب الجلالة ديما تيتفكرنا، كنجيو فرحانين. لكم منا التحيات ديال السيد رئيس الجامعة اللي صار أننا نمشيو كاملين بالبدلة ديالنا، وفرحان بهاد التكريم ديال أعمالك ديال القنيطرة. شكرا للجمهور، يحيى المملكة ديالنا، تحيا المملكة ديالنا، وعاش ملكنا محمد السادس نصر الله. شكرا. سمعتوا كلام ديال السيد
وقلنا تقدر في المطار وملي رجع من ذيك الاخر لانه كانت الحمد لله كل ما كيكونوا الا وكتكون الاغنيه ديال العيون عينيه وارده. ياك سيدي إذا شاركتوا في الدفاع عن الوحدة الوطنية. تبارك الله عليكم. إذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.